شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة استرالية في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة. يأتي هذا التوقيع تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة معالي دولة رئيس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من المنظومة الجديدة لمعالجة المخلفات الصلبة. أيضا بيأتي هذا البروتوكول وهذه الاتفاقية تنفيذا لاستراتيجية الانتاج الحربي في استقدام وجلب التكنولوجيات الحديثة واستنباط صناعات جديدة وطنية لها سوق ويبقى ليها تنافسية على مستوى العالم. الاستفادة من المصريين في الخارج بتأتي من خلال المؤتمرات اللي بتنظمها وزارة الهجرة للاستفادة من هذه الخبرات تحت سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. وزي ما حضراتكم عارفين انه اجتهدت الوزارة في يعني المؤتمر المقبل ان شاء الله لمصر تستطيع بالصناعة بتوجيهات من القيادة السياسية بالاستفادة من الخبرات المصرية في الخارج فيما يتعلق بملف توطين الصناعة.